قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم بزيارة إلى وحدة هندسة الميدان الملكية. يرافق سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي، حيث كان في استقبال سموه قائد الوحدة وعدد من كبار الضباط. خلال الزيارة استمع سمو قائد الحرس الملكي إلى إجازة من قبل قائد الوحدة اشتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج الإعداد والتدريب العسكري التي تشهدها وحدة هندسة الميدان الملكية. بهذا المناسبة نقل سمو قائد الحرس الملكي لرجال هذه الوحدة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لما يقدمونه من تضحيات نبيلة بكل شجاعة وإقدام من خلال تأدية الواجب الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما شكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحدي من خلال مشاركاتهم المستمرة ضمن قوات الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كل الواجبات الموكلة إليهم. ونوه سمو قائد الحرس الملكي عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبينا سمو أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل والمخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وبجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وإقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها في مختلف الظروف والأوقات وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. أناب صاحب السمو الملكي